البومة زي ما قلنا ان هي من الحيوانات الليلية، وعشان كده هي عندها حاسة سمع وبصر استثنائيتين. يعني ايه استثنائيتين؟ يعني اقوية جدا جدا جدا. البومة كمان عشان تسمع كويس عندها وش شبه الوعاء، وجهها شبه الوعاء، وكمان الريش اللي موجود على راسها بيخلي الأصوات البعيدة تيجي لودانها على طول، تيجي لودانها مباشرة. يبقى عشان وجهها شبه الوعاء وعشان عندها أذنين قويتين. كمان أذن البومة بتقدر تحدد أي حركة ضئيلة، ضئيلة يعني صغيرة جدا أو بعيدة، يعني لو الحيوانات مستخبية بين العشب أو حتى تحت الجليد البومة دي هتقدر ان هي تسمعه. طيب البومة كمان عندها بصر قوية، ليه؟ تلف راسها بسرعة قوي، تقدر تشوف اي حاجة بسرعة جدا، يبقى ليها قدرة انها تلف راسها في كل الاتجاهات. يلا على الزرار لايك سبسكرايب، شكرا.